من السودان. أختنا تسأل بطريقتها الخاصة عن حكم قطع ذوي الأرحام الذين لا يأتي منهم إلا الشر، وهم يتلبسون بصفات سيئة وحاولت إصلاحهم فلم تستطع. ما هو توجيه الشيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن لذوي الأرحام حقا أوجبه الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالأرحام لهم حق يعني يصلهم ويحسن إليهم، ومن الإحسان إليهم ومن صلتهم بل من أعظم ذلك نصيحتهم إذا رأى عليهم ما لا يليق بدينهم أو بأخلاقهم، فمن حقهم عليه مناصحتهم وهم أولى الناس بنصيحته. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهم أقرب الناس إليه وأحقهم بنصيحته إذا رأى عليهم ما يخل بدينهم أو بشرفهم وأخلاقه. فإن رأى منهم قبولا الحمد لله ويكون قد نفعهم وأحسن إليهم، وإن لم يجد منهم قبولا فقد أبرأ ذمته وأقام الحجة عليهم وأدى ما يجب عليه، وهو لا يملك هدايتهم. قال تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا كان في مخالطتهم والجلوس معهم مضرة على دين الشخص يخشى أن يؤثر عليه، فإنه يتجنبهم حفاظا على دينه ويقاطعهم بقدر الحاجة ويواصل النصيحة لهم ولا ييأس من هدايتهم، لعل الله أن يهديهم أو لعل هجره لهم أن يؤثر عليهم فيتوبوا إلى الله عز وجل. فإن الهجر إذا كان من ورائه مصلحة، الهجر في الدين إذا كان من ورائه مصلحة بأن يؤثر على المهجور فإنه مشروع، أما إذا كان لا يؤثر على المهجور بل ربما يزيده شرا فإنه لا يهجر، لكن تواصل معه النصيحة والموعظة لعل الله أن يهديه وتبرأ ذمة الناصح بذلك. نعم.